السلام عليكم خوتي وخواتاتي مي فخير مي سور بونس دياس العياشات وحشتكم. اليوم عندي لكم سوجي ان با امبورطون تري امبورطون العياشه. نهار اللي كنتو صغار ربي عزكم، ميم نتوما بقيتو الشيطان يرخصكم وراكم في العبوديه. ماكو جابين خبر، ماكو جابين خبر، فيقوا بلو هذا المهلكه، هذا الشيطان هذا اللي عندكم امير الشياطين دار فيكم التير رخصكم، تولوا عندكم انتوما الفساد كاين في العالم باسره في الشعوب، بصح انتوما ديباسيتو كاع لو موند اونتي. لو ماروك كلاسي دوزيام موند في الدعاره في الخماش توسا، ماشي انا قلت احصائيات العالم يهضروا، انا ما قلت والو، انا جو ريبيت كوم ان بيروكي. بغيت اليوم نشكر الشعوب اللي عندها تاريخ وعندها نضال كبير وراهي تعاني. نبدو باليمن، الشعب اليمني كانوا انصار، كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده تاريخ عريق. مالوغوزمون امروا عليها الشياطين والملوك راه يعاني، ان شاء الله باذن الله الشعب اليمني يوقف على كرعيه. نزيدو نهضروا الشعب العراقي، التاريخ والحضاره خرج من العراق، الشام، العراق وسوريا، تلاصقين حضارة كلش، لا ميدسين لا تكنولوجيا لا غوشيغ توسا. مساكين الشعب راه يناضل، الشعب العراقي رجال، طلبوا ربي ان شاء الله باذن الله هذا الشعب يوقف على كرعيه. الشعب العراقي نساء ورجال. ثاني الشعب السوري ثاني عنده تاريخ عريق راهم يعانوا. من بعد نروحوا لمصر، مصر حضارة ما فيهاش نقاش، من الفراعنة وتجي جاي حتى الحكم الإسلام. المصريين مساكين هم في أزمة مالية، حنا نطلبوا ربي سبحانه وتعالى هادو المصريين هادو يكفوا على كرعيهم. سيتي أن غران بوبل، أن غران سيفيليزاسيون مصر، ما ننسوش فلسطين. تاني بالقدس نفهمو كلش، واش في لي ديتاي. من بعد السودان لازم ثاني حضاره كبيره قسموها اون دو، وغادي تقسموها الصهيونيه اليهوديه للوبيسون انترناسيونال، ان شاء الله يتوحدوا الشعب السوداني. تونس جامع الزيتونه، تعرفوا التاريخ تاع تونس ما فيش نقاش. من تونس نروحوا ليبيا، عمر مختار تعرفوا التاريخ تاع ليبيا، عرب وتمازيغيين الاحرار. ومن بعد نروحوا لاكابيتال دو المغرب، شكون هي اللي خونها التاريخ تاعها، فيها الشعب الصحراوي والشعب الموريتاني، كانت لاكابيتال دو المغرب سي طومبوكتو. العياشه غير بيخونوا التاريخ وهادو الملوك الشياطين. ومن بعد نروحوا للجزائر، في الجاهليه كان عندنا ماكينيسه، وكي جا الاسلام طارق بن زياد اللي حل اسبانيا جبل طارق. شوفوا هادو اختي اخوتي وخواتاتي، هادو الشعوب اللي عندهم فيهم الجمهوريات، مام كاين لي ديفو توسا، بصح فيهم النضال مهما كان الظروف. لي غيف لي غيف البيكان الجمهوريات فيهم النضال، فيهم العزه، فيهم الكرامه، فيهم كلش. كاين لي ديفو، ما كنت كان عندنا لي ديفو، بصح الملوك شحال عندهم تاريخ. تعرفوا باللي الملوك صنعوهم لي زونجلي وفرنسا، بيت الشيطان لي زونغلي اي لي فرونسي. عمر الشاليوطي كيما واحد يقول باللي عنده كيما تقول واحد عنده في الصباط حجره صغيره وكي يتمشى يبقى يقجع. العلويين داروا عمر الشاليوطي الكلب تاع عمر الشاليوطي، صنع لنا هاد العلويين اشد كفر ونفاق، وهادو غير تاع زينه وخمر ودعاره وكذبوا على ربي، كذبوا على ربي. كل يهود كذبوا على ربي وكتبوا الانبياء والرسل وقطعفوا، وهادو باسم المبايعه ورثوا الارض والخير تاع الارض باسم المبايعه، والشعب المغربي قاعد في الرخص ضيعوه. تو ولاو يقولوا لي ستاتيك انترناسيونال، كاينه جمعيه في كازابلانكا لا بروشا فوا نهضر عليها،
هضرت عليه وتهضر اللي قالت كاين 50% تاع الشعب المغربي زيد بدون اب سي بوكو 50% صافي دير كوا صافي دير 50% دوبي مارشال يوتي دو 1912 ا سو جور صافي توت فام الجيريان كي ال برون زوج مع مغربي 50% سي ان باطار ماشي انني نقول هذه جمعيه مغربيه في كاسابلانكا هي اللي قالت هاد الاحصائيات وحكمتها النسمه تاع تونس واسبانيا وفرنسا والكندا ولا هولندا قال العالم هضر على السوجي هذا دونك ما جاكيس با كي تقول 50% سي بوكو سي با 10 سي با 1% 2% 50% روحوا شوفوا هذه الجمعيه هذا النساء الحرات المغربيات اللي ما يبغوش الفساد راحوا قالوا باللي شكاين هما خضيرات وكاين وكاين هيا وكل لاعبين هاتوا ما رجله والملك تاعكم يحترم لا دين لا مله ولا والو ما عرف لا ميزيلمون لا كريتيان ما نعرفش المله تاعه من جا كاع تعرف لا فام دو روا صافي ماتو ان بون مومون ما بانتش اي باري راح نيويورك تزوج مع هذاك بو صغيط ولا بو مقلم على باليش انا غيان كومبري انا غيان كومبري هيا لا بروشا فوا غادي ندير لكم جبت كتاب تاع المسيح ها هو لا ها تاع الكريتيان راني ندير دو ريشيرش وجبت كتاب الزوج تاع المسيح غادي تقول التيت تاعه ها شوفوا كتب الزوج سبحان الله دو ليفر عندهم ا ببري بيناتهم 30% با بلوس 70% مش متفاهمين كتبه هادو باسكو الكتاب محرف الانسان بدل هذا الكتاب وعندي كتاب اللي نلقاني قاني نفتش كما اليهود يقول الاسلام هذا التوراة دونك اني ما اني فشاني درت الورقه هنا مانيش غاس بزاف الفول فينيغ راني ندير دي ريشيرش كاين بعض دي بوين هذا الطورات نقول تاع الكوب وهذا كتاب قديم نبغي بزاف انايا المصحف سبقوا لك في السيكا وشديده بيديه خطره كان في البصره هذه قصه قديمه بزاف عندها عندها 100 طون كان واحد تاع المسيح تاع الانجليزيه كيما نقولوا وكان ان غابا وعلم مسلم تلاقاو في البصره هذه عندها 300 عام هذه هذه سيتي فيغيتي فو دو ريشيرش هذاك لو غابا يقول تاع المسيح كما تخش في الديانه اليهوديه تروح لونفير جهنم وهذاك تاع المسيح يقول له غابا اليهودي كما تخش في الديانه المسيحيه تروح لونفير هي جا هذاك العالم المسلم قال لهم كون ما زوج ما تدخلش في الاسلام تروحوا لونفير للزوج قال له علاه قال لهم باسكو هذا الكتاب يذكر كاع الانبياء والرسل المصحف تاعنا والكتاب تاع المسيح هذا وهذا ما يذكر والو صافي دير حنا المسلمين انا لاحق نحترموا كاع الانبياء والرسل سبحان الله العظيم اي أيوة انت والعياشي كي نهضر معاك طلع العاب لعبها لنا باللي فاهم وقاري وانت امي انا خطف قلت لكم الجهل ماشي واحد اللي ما قرا الجهل اسمحوا لي خوتي تقول ان بروفيسور يدخل للبلوك يدير ان اوبيراسيون يداوي انسان عمليه جراحيه واعره بزاف ويخرج في الاختصاص تاعه تعطو 10 على 10 تخرجه من المهنة تاعه جهل الجهل الانسان اللي ما بغيش يسمع ما بغيش يفتش لا في المام اون بو دير سي ان ابرونتيساج اون ابرون طول طون اللي ما بغيش يتعلم هو الجهل تابرون فاكي تتعلم على الصغير مع الكبير ميم تلقى واحد مسكين طلاب يطلب فيلر تعطيه بياس يقول لك كلمه اللي ما بيها
تعلم حاجه جديده. شاك بيرومون اب ولا ام يعلموا ولادهم الماكسيموم. مي كاينه حاجه بوك ما يعطيها لك شايله وامك ما تعطيها لك شايله. الام تعطي كلش لولدها، تبغي لها غير الخير وينجح يقرا ويخدم. كيما يقول لك كل خنفوس عند امه غزال. والاب ثاني باري، مي كاينه حاجه اللي الاب ما ينجمش يمدها لولده، هي سكرة الموت. اون بو با لا ترانسميت، ندوها معنا ونروحو صافي. انت العياشي، هاد الزعامه اللي عندك كي يجيك ملك الموت عيط الملك تاعك يجي يسلكك. قال كتبوا في هذا الملك الشيطان اللي قتل وعذب الشعب المغربي وسقطوا الشعب الريف اللي راه يعذب فيهم، اللي خرج الخطابي الله يرحمه مناظر كبير عبد الكريم الخطابي، قال لي تبع هذا الملك مصيركم في جهنم. باسكو نتوما سكنكم الشيطان، ربي عسكم كي زدتوا صغار ملك شمتكم زدتوا بعزه وكرامه. والعزه والكرامه الانسان يديها لروحه، بصح انتوما الشيطان رخصكم الرجوع لله والتقوى. هادو صاحب الدجاجه كتبعوا فيه والله ما تربحوا لا في الدنيا ولا في الاخره. ديجا عايش عيشه قوم لوط، هو مرته كمل معاها، كمل كاع مع الناس الاحرار العلماء الصالحين كاين ثلاثة، والأئمة الصالحين كاين ثلاثة. كاين العالم اللي يخدم الحق راه ميت ولا في الحبس جاهد في سبيل الله، وكاين العالم اللي يخدم النظام الفاسد تقول تشوف في التلفازة في اللاتيلي يبقى يفتي في الباطل وما نعلى. وكاين العالم جايح يدخل داره يبلع فمه يدير انحياد رخيص. كاين امام باري، الامام يقول الحق يرجوه ولا يقتلوه. والامام كيكون يتبع النظام الفاسد وباع مصير ضميره للشيطان دار باكت افاك ساتون في التلفازه، والامام يقول صح يهاجر البلاد ولا يكون بل ولا يقول ما يقول والو بل على روحه. اللي حاكم كلام الله ويعرف الدين وما ينشرش الحق في هذا المملكة الشيطان إنه مسؤول أمام الله وأمام الناس. مصيرك في جهنم، ما تقولش ما على باليش. حنايا في سبيل الله نوعوا فيكم، بزونطو نهضروا معاكم نوعوا فيكم. شربحتوا مع الملك رخصكم شربحتوا. اليهود راهم يجوا يبولوا عليكم، قال لك كانوا كارثه ولا موني الدار. اليهودي راه عايش خم المروكي في بلاده اللي راه في ارضه في ارض جدوده. هي وانت ما تنوضش كوجدتو كما الشعوب الجمهوريات كوجدتو غير شويه 50% في الشعب العراقي تشبهوه ولا الشعب السوداني ولا الشعب السوري الشعب اليماني الشعب التونسي الشعب الليبي الشعب المصري الشعب الجزائري 50% كره السلوه تاعك ولا طالع. العالم باسره على بالهم باللي الشعب المغربي راكو عايشين في رخص. اليهودي على باله بلي راكو عايشين في رخص يضحك عليكم. مش خايفين، ما تخموش على ولادكم المصير تاع ولادكم. غادي يقولوا كي يكبوا ولادكم واش يقولوا؟ جدودنا والدينا الخاص لي زونسيان بالخطابي رجال صالحين وجاو الرخاص في الرخاص. الدابه راهي تقول تشرب كون رقبه وراجل. عياشي لا بروشا فون ديالك تاني نوت سوجي. الي ادوس امينغوس بوناس دياس.